معدل الجريمة مرتفع في أوروبا أكثر من بلدان الخليج، يعني المهاجرين التوانسة قاعدين يتعرضوا للمشاكل وقاعدين تصير فوضى في أوروبا أكثر من الخليج. شنو السبب؟ مش كيف كيف السبب، مش كيف كيف، طب مش كيف الخليج كما الأوروبا. الأوروبا مثلا فما كل شيء موجود، اللي هي مثلا دروغ، كل شيء موجود بتبيع باش يصير فيه البركاجات. هو حتى اللي يبدأ مثلا لهنا في غربة يطلع في غربة ما فماش خدمة ولا كذا، مش يدخل في الريسك اللي هو مش يخدم مثلا. الفرق ان الدول الخليجية تنجم تكون منظمة شوية اكثر من الدول الاوروبية في النطاق متى المهاجرين، وفي الدول الاوروبية تشوف نسبة الجريمة اكثر من الدول الخليجية، على خاطر تنجم تكون انت تشوف المخدرات كما نفسروا احنا نقولوا بالتونسي الحرابش، الزطلة، الكوكايين، الدروب موجودة ومسيبة في الدول الاوروبية اكثر من دول الخليج، وبرشا حاجات اخرى مسيبه. يعني انت كتشوف توا خاطر احنا اقرب لنا الدول الاوروبيه من دول الخليج، ما تنجمش تحرق تمشي حارق الدول الخليج، بينما الدول الاوروبيه مسيبه. وتشوف انت اللي جينيراسيون قاعده تحرق نتاع 18-24 ماكس مراهقين، يعني بالطبيعه بسن المراهق اذا كان انسان يخرج غاديك يلقى كل شيء مسيب قدامه ويكذب عليك اللي يقول لك راه مهاجر باش يمشي غاديك باش يخدم في نظيف، يا باش تمشي غاديك ما يرضالكش. اذا كان باش يرضالك لهنا بنسبه بخدمه فلاحه ولا حاجه ما يخدمها لهنا في تونس، لكن هما ما ينجمش يمشي غاديك على اساس خدمه غاديك، لكن كي باش يلقى انت وتزيد سيرتو فيها المال موجود يعني باش تتسيب في شيء شك، شيء معناتها واضح، شيء واضح في البلدان الخليجيه الدول الانظمه مكبوسه، ما يتحرك حد، ما يتحرك حد. أوروبا حرية، هو يلقى الحرية ويعمل اللي يحب. شفتي هوني في تونس ريت هوني الحرية توا كي تسيبت حرية، حرية تعبير ودرا شنو شفت اش سم قلة الحياة قلة التربية، قالوا شنو ديمقراطية، فهمتني؟ اليوم الحرية هي سبب في ارتفاع نسبة الجرائم هكا في رأيك؟ يقول لي الحرية زعما راهو مضبوطة، الحرية راهو مش حرية راهو جيش أنا نمشي الواحد بدنا نسب فيه حرية كتب البيزا كي يعملها كي يعملوها في فرنسا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا شنو ليه حرية تعبير هذا كلام هذا الا اش قال هاو في سيدي فرنساوي فيلسوف فرنساوي، لا ليبرتي دو شاكان ساغيت او كومونس لا ليبرتي دوتروي اقفادي. ما نعفسش في الواحد في القيم وفي الواحد مبلبز ونعم. بالنسبه للمهاجرين رجعوا للب الموضوع، لا راسين دي بروبليم. شنو البروبليم؟ علاش هاجين هذوم بلاد كيما هذه؟ الدرقدان، الدقله، البترول، الدنيا كل زيت زيتونه، اغنى بلاد هذه، اغنى بلاد هذه، ترى فيها اغنى بلاد هذه، تعيش اوروبا وتعيش تو ليزافريكان، ليزافريكان كل عايشين ياكل لاباس عليهم كل. التوانسه هاجين والافريكان يخت. سي با اسكو سي نورمال؟ أنا شنو؟ توا هذا كله ديمقراطية وحرية تعبير ومجلس وزراء ومجلس شنو شعب، شو؟ يشد الحكم واحد على البلاد هذه، في البلاد هذه جمعتين اللي هز فلوس يرشح من عام 52 لتو ترجع تو الفلوس، سكر البلاد كان يلزم عملوا تنظيف. ممكن خاطر القوانين اللي في الدول الخليجية ممكن معناها ردعية أكثر منها في فرنسا، معناها تعتمد على الردع أكثر من اللي هو موجود في فرنسا. فرنسا تنجم معناها تعتمد على قوانين فيها معناها ردع من خلال السجن. في الدول الخليجية مثلا بالنسبة للعقوبات اللي كما السرقة مثلا في السعودية مثلا فما قطع اليدين، دونك فما ردع، الناس تخاف فهمتني ولا باش تقدم على الجريمة وباش ترتكب معناها حاجات مخلة بالنظام العام ولا بالأمن العام. هذا هو اللي في اعتقادي معناها هو اللي ساهم في تقلص حجم الجريمة في الدول هذيا بارابور الدول الأوروبية، فهمتني؟ هذا اللي هما اللي يقولوا يعني خاطر في أوروبا بلدان ديمقراطية وحرية أكثر من لازم، في المقابل يعني في الخليج ما فماش ديمقراطية وما فماش حرية. يعني بالضبط هذا اللي حكيت فيه أنا، معناها يعني قلت لك المنظومة القانونية هي ديمقراطية قائمة على شنو؟ قائمة على جملة من القوانين من القواعد القانونية اللي تحترم فيها الدولة كرامة البشر، فهمتني؟ خصوصيته، فهمتني ولا؟ وهذا الشيء اللي ماهوش متوفر للأسف في دول الخليج بينما متوفر في الدول الأوروبية.
للأسف هذا واقعنا، واقع الدول العربية، واقع المجتمع العربي، واقع تعييس، ما واقع معناها مؤسف وكا، وذا اللي حاب نقوله فهمتني. بينما في الدول الأوروبية تلقى معناها منظومة قانونية، ويشوف ديمقراطيات راهي عندها 100 سنة حضارة و100 سنة تقدم فهمتني، ما تنجمش تقارنها مع دول أخرى فهمتني. السبب يظهر لي معناها كونه البلدان الأوروبية تعلن على كل الجرائم متاعها، وفما متابعة من طريق معناها الصحافة، فما متابعة على مستوى المجتمع المدني. في البلدان الخليجية تقع جرائم خاصة على الأعوان اللي يخدموا في الديار، المعينات المنزلية والمعين والخدامة متاع اللي ترافو متاع البناء والحكاية هذيك، تقع عليهم جرائم ولا يعلنوا عليها، وتتم التعتيم تماما على الجرائم هذيك. هذه حاجة أساسية ساعة فهمني. برشا يقولوا خاطر أوروبا بلد ديمقراطية وحرية وكذا، لذلك يعني التوانسة لاقين حريتهم غادي ويعملوا اللي يحبوا إجرام وغيره، صحيح هذا؟ لا نتصور فما بلاد معناها يطبق فيها القانون، ما يلزمناش إلا إذا كان دخلنا إلى المجال السياسي. صراحة الوضع يفرض هذي، معناها نحن مجتمع عايش معناها بصراحة حالة يرثى لها، فماش وعي، فماش ناس معناها العقلية باقي معناها ماشية هي بيدها، فماش تغير، فماش هكا معناها نمط العيش هو بيده، تحس الناس معناها عايشة كما هي بيدها، ماهيش قاعدة تغير من أنفسها، ماهيش قاعدة تتطور من ذات، تتطور حسب معناها التقدم العالم وتقدم الزمان وكل شيء. إنسان معناها كل يوم يزم يكتشف حاجة جديدة، يحاول يبدل، يحاول يغير، تحس كأنك معناها تقوم الصباح تلقى نفس المنوال معناها اللي تقوم عليه العباد تصبح عليه، تقوم على حاجة هذيك تعاود نفس السيناريو يتعاود. لأنه احنا ثقافتنا أوروبية، هو الأوروبي صدر لنا لبونديتيزم. احنا في تونس، حتى في تونس شورب صنعه المستعمر، لم يصنع نفسه بنفسه، لأن ترك له الحبل على الغارب حتى يضرب البوليس الفرنسي والجندارمة الفرنسية، وبقيت عقلية لابونديتيزم عند التونسي حتى في الهجرة. ثم في الهجرة في أوروبا تستغله العصابات المنظمة. إنما في الخليج هناك أقل إجرام، لأنه على الأقل الشعب واعي. هناك في أوروبا يجد حاضنة الإجرام الذي كانت هنا، ترك المستعمر هنا، هو خرج لأنه أول حاجة متشرد ولأنه الدولة ظلمته، فيجد هناك في أوروبا من يؤطره ومن بإمكانه أن يجعل منه مجرم محترف، في حين في الخليج لا يجد أناس يدعونه للصلاة. بالنسبة للهجرة، الهجرة الخليج والهجرة لأوروبا تختلف. الهجرة لأوروبا فهمت يعني كل إنسان ينجم يهاجر ونجم يحرق ونجم كذا، لكن بالنسبة للخليج ما نجمش، هذه حاجة. الحاجة الثانية ولذا يعني للخليج، ما يعني الخليج تلقاها يعني الأغلبية متاعهم يعني ناس فهمت يعني كفاءات وناس مثقفة وناس عارفة وناس تعرف وش تعمل في حياتها، بخلاف أن الهجرة لأوروبا يعني بلا شروط، يعني كل إنسان ينجم يمشي هاجر، كل مثقف، كل سارق، كل مجرم، كله، واللي هم المهاجرين الكلهم الأغلبية متاعهم هم هاربين من العدالة، اللي لهنا فهمت يعني فيهم عندهم أحكام وعندهم مشاكل وعندهم قضايا فهمت، يمشوا لفرنسا نحكي لك لأوروبا كاملة، وتستوعبهم المافيا، من المافيا موجودة غادي تعمل يعني تعمل بشكل كبير. زيادة على ذلك أن القوانين متاع الدول الأوروبية يعني تمشي يعني ديما تحترم الجانب الإنساني، باعتبار أنها تقول فهمت يعني تقدر أن هذه حقوق الإنسان وحقوق كذا، وتعتبر ويعني تعامل الإنسان كإنسان، بخلاف الخليج هم أغلبهم يعني أغلب التشريع متاعهم هو تشريع إسلامي، وبالتالي يعني وناس فهمت يعني الجريمة يعني ما هيش يعني منتشرة في الخليج. هذاك السبب الرئيسي اللي
اللي خلي جماعة المهاجرين للخليج والمهاجرين للأوروبا يختلفوا على 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 بعض، يختلفوا على الخليج.